بوشينغ في هاد الطوالة كلها. هالعرق بزاف. المهم نهار على نهار نهار على نهار ان شاء الله حتى ما غتبقى حتى شي حاجة. هادي اليوم سالات بعد ما مرات شهرين تحديت في راسي حتى نتوما تقدروا تموتيفيو راسكم وتحركوا وكلشي ساهل كيغير لونطريما والريجيم. يعني كنوصي بالريجيم حيت الاكل فيه 80% يعني من الرياضه غير 20%. الحمد لله بالنسبه لي انا كيف ما لاحظتوا معايا كانت فيا 101.5، دابا الحمد لله 86 كيلو. يعني غير نظمت الاكل ديالي، كنوض مع الصباح يعني كنشرب كاس ديال الماء دافي مع شويه العسل، كنفطر بالفطور ديال الدايت يعني كناكل غير بيضه مسلوقه، طرف ديال لي طوس كريي مع اشاي ولا قهوه مسوسه، يعني شي سكر تحاولوا تبعدوا منه. وخاصكم تصوموا 5 سوايع يعني تشرب غير الماء، حاول تشرب 3 ايطر حتى 4 ايطر في النهار. والغدا كتاكل غير لي سالاد لي ليغيم، وكتاكل البروتين معاه، ممكن تاكل الدجاج ولا الحوت. وبالنسبه للحم كتاكلوا مره في السيمانه، وكتبقى كيف ما قلت لكم كتشرب الماء. والعشاء كناكل الشفاحات، يعني العشاء ديالي هو هذا. تنتوما غادي تقدروا ديروا بحال هكا وكلشي ساهل، حتى شي حاجه ما صعيبه. كيبغي كيف ما قلت لكم غير الصبر والعزيمه، حيت لكاين العزيمه كل واحد غادي يدير النفس في نفسه وغادي يتريني. المهم كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو اخوتي وخواتاتي، وبيس لكم وملعوبه وديزعوا عسل.